يا جريج، احترق قلبي من أجلك. أوليس لديك الوقت الكافي لكي تزور أمك؟ عبادة 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 عبادة. متى تخرج من صومعتك؟ متى تفكر أمك؟ أليس للوالدة حق عليك؟ صلاتي وأمي، أمي صلاتي. أتريدين أن تقطعي علي صلاتي؟ أنا الآن موصول بالله، ولا أستطيع أن أصبر أبدا على أن أقطع صلتي بالله، ولو كان ذاك هو والدتي. أية قلوب هذه؟ أي إقبال على الله مثل هؤلاء؟ أي ناس من أي طينة هم؟ ثم يقبل على صلاته ولا يلتفت إلى أمه فينكسر قلبها، ثم تعود ولم تحقق قصدها من رؤية والدها، ولم تحظى بنظرة منه إشفاقا إليها، ولم يجالسه، ولكن انشغل بربه. يا ولدت اليوم يا رب يا رب يا رب. حتى وقت الصلاة ما تصيرهمش إن شاء الله تعالى. ايه يا سيدي يا سيدي، لا اله الا الله. كل هاد الوالدين كي دايرين ولادهم ديال بكري؟ لا اله الا الله. ربهم على الايمان، فلما وضعهم على سكة الاخلاص والعبادة اذا بهم يفنون في الله، حتى الوالدة. فعادت وصبرت وصابرت واصطبرت، وفوضت أمرها لله، ووكلت أمرها للواحد الديان. وحدوا يا أخوي. فبقيت هناك تنتظر تنتظر، لعله يتذكر يوما أن له يوما حملته أمه وهنا على وهن، فيأتيها لزياراتها. هذا ليس مشغولا في لعب القمار، ولم تلعب برأسه الخمار، ولكن مشغول بالوقوف بين يدي الواحد القهار. نعم. فانتظرت وانتظرت وانتظرت، لكن الله جعل أعظم رحمة للخلق بالخلق رحمة الوالدة بوالدها. فإن الحبيب عبر عليها حينما كان مع الصحب الكرام، وإذا بامرأة من السبي يضيع والدها ويكاد يطيش عقلها وهي تبحث عنه، والنبي يرمقها من بعيد ويشير إليها بأصبعه ليلفت انتباه الصحابة إليها كيف علاقتها بوالدها. فلما وجدته طارت فرحا، وأخذته بيديها وألزقته بصدرها وهي تبكي من شدة الفرح، وألقمته الثدي. فقال النبي وهو يعاين هذا الموقف الرهيب: أتراها هذه المرأة وهي قادرة على أن تحفظ والدها؟ أتراها تلقي بوالدها في النار؟ قالوا يا رسول الله، هي كاد عقلها أن يجن وهي تبحث عنه، ولم تعد إلى رشدها حتى وجدته، فكيف يمكن للوالدة أن تلقي بوالدها في نار؟ فقال الحبيب معلقا: صلوا عليه، لله أرحم بعبده من رحمة هذه بوالدها. لا إله إلا الله. فلما انتظرت ولم يأتي والدها وهو مشغول بربه، إذا به تعاود الكرة ثانية وتخرج في اتجاه صومعة والدها الذي حبس نفسه فيها، يناجي ربه ويقبل على ربه مجتهدا. فوصلت فسلمت فلم يلتفت، وقالت: يا جريج، هذه أمك، أوليس لنا حق عليك؟ أولا تذكر أنك قد اتخذت بطني حواء وصدري رواء؟ فلم يلتفت، قال: صلاتي وأمي، أيهما
الأفضل، فرجح فقال: أمي صلاتي، أنا لا ألعب، أنا لا أمزح، أنت لم تجديني أبدا أخيط الدروب وأضيع الأوقات وأنظر في هذا الذي يسمى الأنترنت ومواقع الشعب، لم تجديني أبدا مشغول بمناجاة الفتيات على غير سنة الصالحين. أنا لا أضيع الوقت في النظر إلى التلفاز، إلى كل ما هب ودب من مسلسلات تشيع الخنا في الأمة وتشيع العري في الأمة وتشيع الدعارة في الأمة. أنا مقبل على ربي، أنا أصلي يا أمي، احمد الله أن أكرمك الله ولد يصلي. تخيلي لو حمل بطنك فرعون يسب الله، احمد الله أن أنجبت ولدا لا يعرف إلا الله وجعل حياته كلها لله. ألا تفرحين أن يكون باكورة وثمرة علاقتك مع والدي ولد صالح مقبل على الله في زمن كثرت فيه الفتنة وفسد فيه والعيال أولاد والبنات؟ تعرت بناتنا في الشواطئ، أولادنا علاقات ذكرها الحبيب قبل 15 قرنا. قال الحبيب في حديث الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، كأنه حاضر، فقال: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس لاستبداد السياسي، استظلم استبداد في السجون، ونساء كاسيات عاريات يلبسن لباسا لا يؤدي وظيفة الستر، مائلات مميلات، مائلات عن الحق مميلات لقلوب الضعاف من الرجال، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يصور شعور نساء الأمة في آخر الزمان كأنه ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريح الجنة ليوجد على مسيرة كذا وكذا. يا بنات أمة محمد اسمعنا إلى النبي ما يقول عنكن ولا تسمعنا لأحد. لا تكن ضحية لمن يريد أن يستغل أجسادكن ليشعل نيران الشهوة في الأمة فيشغل الأمة عن مهامها الكبرى، عن عبادة الله، عن الدعوة إلى الله، عن تذكير الناس بالله في آخر الزمان، فيصبح شغل الشباب بجراء العري همه فرجه وبطنه. الله، صلاة أمي، أمي احمد الله. أنا هالشي ما كاش في الحديث، لكن أتصور الأم اسمك تقول له: لقد أنجبت ولدا مشغولا بطاعة الواحد، وليس كشباب هذا الزمان إلا من رحم احمد الله. راح خليني نصلي، تركيني أقبل على الله. الحديث في الصحيح. فعادت منكسرة القلب ثانية إلى بيتها ولم تحظى بحقها في ولدها ولو بنظرة أو جلسة أو همسة أو حديث بين ولد بار طائع لله وأم مكلومة مجروحة تريد أن يعرف لها حقها. لكن تصبر، وش غادي تدير؟ صبرت. لعل هذا الولد الصالح يقتطع جزءا من وقته الذي خصصه كله لربه أن يخصص جزءا لمن كان سببا في وجوده، فكان الله قادر أن يقول له كن، كما خلق آدم كن، وخلق عيسى كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من طين ثم قال له كن فيكون. خلق آدم من غير والد ولا والدة، وخلق عيسى من والدة بلا ولد، وخلق حواء من والد بلا والدة، وخلقنا نحن من والدة ووالد.
فكان أعظم الخلق عليك حقا بعد حق الله والداك. أن أشكر لي ولوالديك. أعطيني حق حتى هنا يا سيد ربي، قال شكرني ولوالديك. ومن شكر الله ولم يشكر الوالدين رد عليه شكره لله، فلا يقبل الله طاعتك لربك إلا إذا أطعت والديك. لأن الآية جمعت العملين معا، فمن أدى الواحدة ولم يتبعها بالأخرى رد الله عليه التي عملها، فعادت منكسرة حزينة. أولست أنا السبب الذي جعله الله لكي تكون، حتى تعرف حق الوالد. سموه الوالد، الوالد ولدك. خرجت يا ابن آدم من مجرى بول الرجل حيوانا منويا لا يرى بالعين المجردة، يخرج أثناء مباشرتك لزوجتك في الحلال مع ملايير من تلك الحيوانات، ويشاء ربك أن يعلق واحد يصل إلى البويضة حيا فيعلق بالبويضة لكي تكون فكنت. الله 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 أكبر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ديك الليلة الوالدة نتاعك كلات العدس، وباك كلا العدس، والعدس من التراب والطين، فباشر زوجته في الحلال، فخرج من العدس هذا الحيوان المنوي، فأصلك تراب من سلالة من طين. وذلك يختلف السلالة، هنالك من غلب عليه الذهب رجل إبريز، هنالك من غلب الحديد رجل شديد، هنالك من غلب الكبريت رجل سريع الغضب، هنالك الناس معادن، كما قال النبي الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعادت منكسرة حزينة، ثم مرت عليها الأيام والليالي ثقيلة. الله يسمح لنا بالوالدين، الله يسمح لنا بالوالدين أودي يا سيدي. لكن لم تطاوعها نفسها أن تصبر أكثر، فذهبت للمرة الثالثة وقالت يا جريج أوليس لنا حق في وقت تقتطعه من إقبالك على الله؟ قال أمي صلاتي أنا مقبل على ربي. قالت يا جريش أوليس لي حق فيك؟ أتترك القلب يحترق شوقا كواقف على الماء من شدة الظمأ وحيل بينه وبين شرب الماء؟ الولد موجود، ولكن أين صلة الولد بوالدته؟ الله الله. فلم يلتفت إليها، فرفعت يديها إلى السماء فدعت عليه. الله يجزيك بالدعوة ديال الوالدين، اطلب الله يدعيه غيلك ما يدعيوش عليك. فرفعت يديها إلى السماء ونظرت في السماء وأجهشت بالبكاء وقالت يا رب ولدي أردت حق منه ولم يعرني اهتماما، يا الله لا تمت ولدي جريجا حتى تريه وجوه المومسات. يا رب على دعوة، ما قالتلوش الله يقلب عليك السفينة، والله الله يدخلك للنار، حتى من يجدد عليه شو القلب نتاع الأمهين. قالتلو غير ما تديش يا ربي حتى توري له وجوه المومسات الضائرات، لأن النظر إلى وجوه المومسات ونتمتع ونتلذذ بالنظر إلى وجوه لا تعرف الله قست قلوب الناس، هذا عقاب. دعت عليه فقط لا يميته الله، ماشي يشوف الوجوه ديال العلماء، الوجوه ديال الصالحين، الوجوه ديال حملة كتاب الله، الوجوه ديال المؤمنات، الوجوه ديال الوالدين، الوجوه ديال
هذو كل من تشوفهم إذا بأنوار الإيمان الله. المنبعثة من قلوب الصالحين ربما تصيب قلبك في لحظة فتسعد أبد الآبدين. يا ربي يا رب أي يا رب يا رب. لكن تبقى تشوف لي في الوجوه ديال يعني. وربي ربي 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 لطيفة لطيفة لطيفة. الفتيات بتاع المسلمين عريانات والشعر برا السيقان ورب عذاب 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 عذاب. انا منين سمعت هذه الدعاء ديال المرأة قلت يا ربي اش من دعاء دعتها المرأة. تخيل كيفاش كان داير المجتمع انت هذا اللي كانوا عايشين فيه، يعني لم تكن هنالك ابدا حضور لهذا النوع من الفجار، وكانوا قلال. اما احنا ملي تخرج من الدار وانت ولا بقيت في الدار انت فأنت لا تغادر عينك عياذا بالله أمثال هذه الصور. لطيف لطيف. فعادت منكسرة. إذا بالسلطات السياسية الحاكمة في ذلك الزمان، ولأن سمعة جريج قد ملأت الآفاق، فإنهم لا يحبون من يزاحمهم على السمعة. فلو دخل إلى الانتخابات جريج لانتخب الناس عليه لصلاحه، فكل ألسنة أولئك يلهجون بالثناء عليه، لأن الله إذا أحب مخلصا حببه للخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم مودة في قلوب الناس. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في ملائك السماوات السبع يا ملائكة السماوات السبع إن ربكم يحب فلان ابن فلان وأمرني أن أحبه فأحببته، وأنا آمركم بأمر الله أن تحبوه فتحبه ملائكة السماوات السبع. النتيجة فتوضع له القبول في الأرض، يصبح مقبولا في الأرض، يحببه إلى خلقه في الأرض. يكون حبيب الله. إذا تكلم انتفع الناس بكلامه، يلهج الناس بالدعاء لا، يكرم في الدنيا قبل الآخرة، وذلك من عاجل بشرى المؤمن المخلص في الدنيا. والعكس، إذا أبغض الله عبدا عاصيا لم يرد التوبة حينما يختم على قلبه، ختم الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، سواء علم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. صافي، حكم الله عليهم بأنهم يعيشون بعيدين عن الإيمان وعلى الكفر يموتون. والله، فالطابع معلق كما قال النبي تحت العرش، فإذا عمل بالمعاصي ولم يستعتب فكل مرة يقترف سيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإما أن يتوب فيسقل قلبه وإما أن يستمر ويزداد السواد في القلب، فإذا استمر ولم يتب صار قلبه مسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. صافي، فيقول الله الطابع فيطبع على قلبه فلا يتوب. لطيف 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 لطيف. فينادي ربك يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماوات السبع إن ربكم يبغض فلان ابن فلان باسمه واسم أبيه فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل
يا ملائكة السماوات السبع إن ربكم يبغض فلان ابن فلان وأمرني أن أبغضه فأبغضته وأنا آمركم بأمر الله فأبغضوه. فتبغضه ملائكة السماوات السبع والنتيجة فتوضع له البغضاء في الأرض وخلق يوكل الناس الحمى الصباح والعشية ولو كان يبقى يمد فلوسه والناس لعنه يقول له انت رمل حلوف ولا يمشي عليك يعطي للناس الفلوس ويزيدوا يسبوه واللي يحبوا الله يعطيه له الناس الفلوس ويزيدوا يحبوه واللي يكرهه يديه منه الفلوس ويزيدوا يلعنوه. الله 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 يا ربي الله. ولذلك اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. النظام السياسي هناك لا يريد من يزاحمه في السمعة فأراد أن يلطخ سمعته ليشوه المتدينين والقدوة. وتعرفوا تعرفوا أخطر حاجة هو الناس تكون عندها القدوة صالحة خص يبدلوا لهم القدوة يديروا لهم القدوة إما لاعب ديال الكرة وإما مغنية وإما أما يكون القدوة متدين ولا عالم لابد من إشاعة البهتان على الأولياء والعلماء من بكر غير اليوم بكر سيد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر قالوا له كذاب قالوا له قالوا له كاهن قالوا شاعر ما تركوا منقصة إلا حاولوا أن يلصقها يلصقونها به حتى ينفروا الناس منه. هكذا دائما هذه سنة تدافع بين أهل الحق وأهل الباطل يكدروا نطيحوا. ففكروا وقدروا وقدروا وفكروا فقتلوا كيف قدروا وكيف فكروا فقالوا لابد أن نلبسه جريمة. جريمة شو جريمة؟ ما هي الحيلة؟ اتفقوا مع مومس مع داعرة زانية أن يغشاها المنحرفون فإذا حملت ووضعت يؤتى بها إلى المحكمة ليظهروا للناس إنهم إنما يريدون الفضيلة. ولذلك يحاكمون امرأة وضعت بغير رجل كأنهم يظهرون أنهم مدافعون عن الفضيلة وهم الذين يخططون لإشاعة الرذيلة. باسم الإسلام يحاربون الإسلام باسم الفضيلة ينشرون الرذيلة. هذه هي دائما شرط هذه هي الطريقة التي تلتبس على العوام. أما اللي قرأ القرآن راح أعرف كل شيء ما يشمتش في الساعة ما يشمتش في الساعة ففعلت ولما وضعت جيء بها ليحكم عليها. زنيتي في حكومتنا حيث نريد نشر الفضيلة تخرجين علينا بهذه الكبيرة من صاحب هذا العمل عرفناك أنت فمن صاحب الفعل. قالت جريج الذي لم يخرج قط من صومعت لم يخرج حتى ليرى أمه حتى ليكحل عينيه بأمه. هو ولا يقرأ أي شيء زعما خص الناس ما تطيقش. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الدعاء ديال الوالدين وشحال واعروا يا ابن عمي. وبينما هو قائم يناجي ربه مقبل على الله في اجتهاد قل نظيره إذا بالشرطة تحل فجرا وتخرجه وتقول له أنت من يظهر لنا النسك تفعل وتفعل أيها المجرم. انظروا إلى من يزعم أنه حبس نفسه للعبادة وانظروا إلى امرأة مسكينة اعتدى عليها في الجبل واغتصبها. يا مغتصب النساء تزعم أنك سيد الأولياء وأنك حبست تناجي رب الأرض والسماء اخرج
ولما كانت الحملة شرسة خرج الناس وملأوا الطريق على جانبيها. العوام في الساين شمتو، العوام في الساين شمتو، اروحوا تشوفوا اللي كنت تقوا فيه العابد نتاعكم، اروحوا تشوفوا فيه وانظروا إليه. والناس منا ومنا، يلا اقتصوا منه. لا إله إلا الله. فأخرج كالمجرم، مجرم. فبدأ الواحد حين يتفل على وجهه، والآخر يرميه بالتراب على رأسه، والآخر يرميه بحجر يشج رأسه، والآخر والآخر. هو لم يعرف ما الذي حدث له، ما الذي وقع. أنا حبيس في صومعتي، ما الذي فعلته لهؤلاء حتى يصنعون بي هكذا؟ هكذا دائما، مش من عالم مسكين. انا في السجن، انا في السجن ما دار والو، حتى الهضره ما هضر، ساكت. حتى سكوت العالم الان عن الفجور اصبحت جريمه، لأن الجريمة من قبل كانت هي أن يتكلم فيغير، لكن لما اشتد وطأ السلطة الظالمة بعض العلماء الصادقين آثروا السلامة وصمتوا، لكن لم يشفع لهم ذلك، سجنوا، ومنهم من مات في السجن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحرقوهم في الساحات، في الساحات، ملأوا بهم المساجد في آخر الزمان. قالوا إرهابي، كيف انقلبت الموازين؟ قال رسول الله: إن بين يدي الساعة السنين خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، لا دين لا علم لا شرف لا أصل، يتكلم في أمر العامة، أمر المسلمين، ما يقرأش حرف نتاع القرآن، عمره ما توضأ، يقول لهم: أنا يجب أن نجتهد في القرآن. أحبيبي عمره قريت القرآن؟ هذيك للذكر مثل حظ الأنثيين، لم تعد تلائم التطور طال العصر. الله 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 الله. خلونا نوليو إن شاء الله تعالى إلى المشهد. يصفع من هنا، ويرمى بالحجر من هنا، ويدفل عليه من هنا، ويضر في عينيه التراب بلا رحمة من هنا، وهو صامت محتسب لا يعرف ما الذي ألم به، ما الذي دبر المكيدة ضده. تزاحمت الأفكار في رأسه، كأني به يقول: ربي 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 رحماك ربي، لك العتبى حتى ترضى، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى هؤلاء يتملكون أمري؟ إلى من تكلني يا رب؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى. كأني به يردد دعاء الحبيب حينما أصيب في الطائف ما أصيب به، صلى الله على الحبيب. فوصلوا إلى المحكمة وجمهور العوام يصرخون: اقتصوا من الزاني، اقتصوا من المنحرف، لقد جاء بكبيرة، لقد سود شرف المنطقة، لقد سود سمعة بلادي. إيه يا ولدي، يا لا إله إلا محمد رسول الله، يا رب يا رب. فلما وصل إلى الساحة
إذا بدعاء الأم يتحقق، فيرفع بصره فينظر إلى وجه المومس، فابتسم ابتسامة عريضة وقال: الآن فهمت، سمعتك أيتها الوالدة تجأرين إلى الله حينما رفضت أن أقابلك أو أن أستقطع شيئا من الوقت لكي أجلس معك وأتملى وجهك الطيب. اللي عنده الوالد ولا الوالدة في الدار غير يشوف فيهم ويسلموا لهم على يديهم. يا صاحبي مالك عبادة بلا خلاص، عبادة بلا خلاص. ظل تشوف في الانترنت وباك معك تيموت يقول له: يا والله لا با مشى وعمر ما جلست معه، يا والله الا الوالده مشات في صمت ما جالستها ولا نمت في حجرها ولا قبلت اقدامها، فالجنة تحت اقدام الامهات. اش حياتها الا انت ما جلستش مع والدك؟ اش من حياه هذه عندك؟ الاصل ديالك انت، العمر الثاني ديال والدي. كيف يا اخي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. قال النبي وهو يصعد المنبر يوم الجمعة في رمضان: آمين آمين آمين. الصحابة يسمعون النبي يؤمن، فلما انتهى من الخطبة قالوا له: سمعناك أمنت ثلاثا وأنت ترتقي درج المنبر قبل الخطبة، فما دهاك يا حبيبنا يا رسول الله؟ قال: وأنا أصعد الدرج الأول إذا بأمين الوحي في السماء جبريل ينزل بأمر من الله فيقول لي: يا محمد وأنت صاعد المنبر قبل الجمعة في ساعة الاستجابة أنا أدعو وأنت تؤمن. الجمعة ورمضان، والذي يدعو محمد صلوا عليه، والذي يؤمن الذي يدعو جبريل، والذي يؤمن رسول الله. على من غادي تدعي في هذا النهار المبارك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل بسبب برهما الجنة أبعده الله، أي لا أدخله الله إلى الجنة أبدا. قل آمين. فقلت آمين. عندك الوالدين ديالكم أديش الطنبو ديال الجنة؟ أولا تأخذ الطابع لدخولك الجنة. اللي هرسوه الصالحين يجبروه الوالدين، واللي هرسوه الوالدين والله ما يجبروه لو كان قاع الصالحين في العالم. والله الذي لا إله غيره أقسم بالله غير حادث، لو صليت ألف عام على قدم واحدة بين الركن والمقام، دمك يقول هالكلام، ولكنك عققت والديك فسخط عليك فلن ينظر الله إلى عبادتك. فرضاء الله برضا الوالدين وسخط الله بسخطهما. نشأ فنظر إلى وجه المومس، هذا عقاب. قولوا لنا الخوت، نظر إلى وجه المومس ما هي آثاره؟ وشنو هي الآثار ديالو اللي دائما يشوف في الوجوه ديال الفاسقات والفاجرات؟ واسمو اسمو اش غادي يكون أول حاجة؟ واسمو الآثر الأول: يقسو قلبه ويبتعد عن الله، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، لا ينتفع بالموعظة ولا بسماع القرآن. أقول خلينا ما تبدل زوجقة، نحن نريد تلك الليالي الحمراء، نحن ألفنا والعياذ بالله هذا النشاط، نحن نحن نحن، وليس له لديه الوقت لكي يسمع لك ولا لكي يحضر مجالس الذكر. لا لا لا، ملأت عليه سمعه وبصره وقلبه وفكره وهمه وعقله، فلم يعد يفكر إلا في ذلك، فكيف يفكر في ربه أو في عاقبته أو في صلاحه؟ لا إله إلا محمد رسول الله، لا إله إلا محمد رسول الله. فعلم أن دعاء الأم قد استجيب. قال لما رأى ذلك مباشرة: تبت إليك ربي، تبت إليك ربي،
ظننت أن الإقبال عليك يعوض أو يفوق في الفضل ساعة أقتطعها أعطيها لأمي. تبت ربي. أبدا 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 لن أرفض لوالدتي طلب بزعم وبدعوى أنني قد حبست للعبادة. لا سيد ربي غير هالمرة نجيني، والله أمر الوالدة يمن ضيحة غير هالمرة نجيني. انت راه عندك والديك، انت راه ما عندك. يا ربي هالورطة، والحمد لله اللي جات الدعوة غير في هذه، ما قالكش روح يا ولدي. الله يسخط عليك. كيما واحد قال لولده، ولد باه قال له، قال لولده، قال له إلا يا ولدي، إلا يا ولدي هذا اللي دارت الريش حتى انت دير الريش. الله اكبر. مشى. الله اكبر. الله. وانا عارفه الوالد ديالو الله يرحمه كان بغى يشري واحد بغى يمشي يحج في الستينات. اش تعرف الستينات؟ الستينات كان الفلوس قلال. جا عندو قال له ولدي بغيت واحد القدر ديال الفلوس قليل. قال له بوش تسال معايا ولا ما تسالش معايا. فانكسر قلب الاب، هو كان موال في ساق ما. قال مالك ابا؟ واسكت. قال له واش انت قده؟ الفلوس كامل خليهم عندك، انا ساتحمل نفقة ذهابك وايابك واقامتك في الحج، وهذا هو عرسي، هذا هو عرسي. فانفرجت اسارير الوالد وجاب له وده. قال له اسمع ولدي درك اسمع، اسمع، اذا انا مت ودفنتني وأصابتك في الدنيا ضيق أو كرب ولم تأتي إلى قبري فلم يفرج الله عنك، احرقني في قبري، اشعل لي قبري نار. فذهب إلى الحج وعاد ومات، ووقع الولد في كرب، وهذا الكرب كان يتطلب مجهودا جبار وتدخلات في الدولة، مش غير الرباط وكذا وليش صورة. فتذكر وصية الوالد فذهب إلى قبره وقال السلام عليك أيها الوالد، لقد وقعت في الورطة التي ذكرتها، وقلت لي يا والدي في حياتك إذا وقعت في ورطة وأغلقت دونك الأبواب فاقصدني في قبري وسل الله، فإن لم يفتح عليك ويسر الله عليك من حيث لا، فاحرقني في قبري. ثم ذهب إلى الرباط، قال سبحان الله، رعد حياسي، أقسم بالله كأن قصة موسى تكررت، إذا جعل الله لموسى في البحر طريقا يبسا فلقد جعل الله لي في الإدارة طريقا، ما سألني أحد أو رآني إلا أقبل يجري ويأخذ الأوراق وييسر العسير ويتجاوز القانون. وفي نفس اليوم خرجت، في نفس اليوم بهذا الحل، ولا زلت يقول ما يقول ما أصابني كرب إلا سألت الله بوالدي فقلت ربي أتوسل إليك ببري لوالدي، لأن التوسل بالعمل الصالح يجوز. تعرفوا التوسل ولا ما تعرفوش؟ في الحديث الصحيح ثلاث نفر كانوا في سراة وفي الليل آووا إلى غار، قالوا حتى الصباح ونزيلوا، وإذا دخل الثلاثة إلى الغار إذا بأمر ربك يصدر إلى صخرة أن تتحرك من مكانها
فتتدحرج إلى أين إلى أين إلى أين؟ إلى فم الغار فتسده كله. علاش مازال تشودت؟ إنها مأمورة. وهؤلاء الثلاثة اجتمعوا فقالوا: من الذي حرك الصخرة؟ الله. ولماذا حركها اليوم ولم يحركها بالأمس فننجو؟ الله. ولماذا حركها اليوم ولم تأخذ اتجاها آخر؟ الله. ولماذا جاءت فانسد الفم كاملا ولم ينسد إلا قليلا فنخرج؟ الله. الله هو الذي فعل وهو الذي سيفرج عنكم. باش توسلوا إلى الله بأرجى أعمالكم وأخلصها لربكم ونجيب ليهم مني أنا. قال الثالث: اللهم إنه كان لي والدا وكنت أبرهما وكانت لي منائح. المنائح هي شي حاجة اللي تحلب. وكنت أذهب لحلب المنائح وآتي بالحليب طازجا وعندي رضيع يشرب من ذلك الحليب، لكنني ما قدمته عليهما أبدا في حياتي، فأعطيهما الحليب، أي أعطي لوالدي الحليب فيشربان حتى يرتويان، وآتي بفضل ما يبقى لأعطيه لولدي الصغير. وما حدث قط أن غيرت عادتي مع والدي ولم أوثر أبدا الولد على الوالدين، لكن في يوم من الأيام ابتعدت المنائح وذهبت بعيدا وطلبتها وتطلب وقتا كثيرا، وجئت بالحليب بعد أن نام والدي، وولدي الصغير تكاد كبده تتفتت من كثرة البكاء من شدة الجوع. ماذا أفعل؟ أغير عادتي؟ أعطي لولدي الذي الآن هو مستيقظ ويبكي وأترك؟ لا، لن أغير عادتي مع والدي. قال: فجثوت على ركبتي وأنظر إلى وجه والدي، فما أنا بقادر على إيقاظهما حتى لا أحرمهما لذة النوم، ولا أنا بقادر على أن أسقي الولد قبل الوالدين. فظللت الليلة بأكملها جاث على ركبتي والولد يكاد يموت من شدة البكاء والجوع، حتى استيقظ والدي فأعطيتهما الحليب فشربا فارتويا، وعدت بما فضل إلى الولد. اللهم يا مولاي، إن كنت فعلت هذا لوجهك وخوفا منك وبرا بالوالدين طاعة لك ففرج عنا. فتدحرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله، حركت الحجرة، بر الوالدين حرك الحجر. أو يا ربي 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 ربي. الله أكبر. إذن وقف الأمر عند النظر إلى وجه المومس. ربي لا أعود، سأعطيها الوقت. قال: أما احتمى فلان جريج بن كذا؟ حاضر. المشتكية فلانة، أنت لست متزوجة، من أين أتيت بالغلام؟ قالت: اغتصبني جريج. فبدأ القاضي يتلو صك الاتهام: ستكون عقوبتك شديدة لأنك كنت تظهر الصلاح وتدعي أنك عابد. أيها الإرهابي، باللغة ديال اليوم، أيها الإرهابي، أيها الظلامي، أيها المخادع، أيها تكلم الآن، دافع عن نفسك. قال: أدافع عن نفسي. قال: دافع عن نفسك. فتوجه بخطوات ثابتة وبرباطة جأش وتوجه نحو المومس مطرق الرأس حتى لا يعيد النظر إلى وجهها. غير نظرة واحدة، واحدة تكفي.
اي وحده ماشي وهاود راسه، فلم يعد ينظر الى وجه الا النظره الاولى، ثم توجه نحو الصبي واخذ اصبعه هكذا السبابه، ثم نخصه في بطنه ثلاثا فقال: يا غلام تكلم باذن الله، من صاحب الجريمه؟ فانطقه الله قال: فلان الراعي يوم كذا في مكان كذا. واذا بالعوام يصرخون: غدرتم بنا، خدعتمونا، اردتم ان تشوهوا العالم الصادق، كم تفلنا عليه، كم خذلناه، كم ضربناه، كيف سيسمح لنا؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ واذا بالمولى يقلب السحر على الساحه. فإذا بالجلاويزة وجنود النظام الفاسد يقومون بطرد العوام ويقولون: لا يا جريش، سكن هذه الفتنة، أنا ما عندي غرض. أنا ماذا تريد؟ قال: أعود إلى صوماتي لأعبد ربي. فذهبوا به في موكب يعوضونه ما صنعوا به من خذلان، في موكب يعز الله فيه طائعين. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يقول الله في الحديث القدسي: أنا العزيز، أنا العزيز. أعجبني قراءة أواخر سورة الحشر، ملك القدوس السلام العزيز، أنا العزيز، أنا العزيز، أنا العزيز. فمن راد عز الدارين فليطع العزيز. لا إله إلا الله. من أراد عز الدنيا والآخرة فليطع العزيز. لا تغتر بعزة خادعة مبنية على معصية العزيز، لن يدوم. إنما يحق المكر السيء إلا بأهله. إنما بغيكم على أنفسكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فلما جاءوا بدأوا يبنون، فقال: نبنو لك ونعيد بناء صومعتك. لبن من فضة ولبن من ذهب. قال: أشد الناس للذهب. أعيدوا بناء صومعتي بالتراب كما كانت، كما كانت، هكذا كما كانت. ثم فهم الدرس وصار يعطي الوقت الطويل لوالدته. ايش نفهمه من هالشيء؟ ايش نفهمه من هالشيء؟ ها؟ وعلى واحد الحكم فقهي واحد: اذا اقبلت على ربك لكي تصلي النافله وقالت لك والدتك: عبد القادر، تخرج من الصلاه ولا ما تخرج؟ تخرج ولا ما تخرج؟ واش تخرج ولا ما تخرج؟ إذا كنت تصلي الفريضة فلا، إلا إذا كان الله. أما إذا كنت تصلي النافلة فالله جل علا رخص لك إذا أقبلت عليه واستفتح بعد أن أحرمت بالصلاة النافلة ثم ناداك أبوك أو أمك، لا حرج عليك أن تترك الصلاة وتستجيب للوالدين. فصلة فصلة فصلة. أكثر من ذلك، كان الرجل يأتي إلى رسوله وقال: جئت أبايعك على الجهاد، فيقول: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولي ولي. وجاء رجل وقال للنبي: جئت أبايعك على الجهاد معك. قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: عد إليهما فأضحكهما بعد أن أبكيتهما. وفيهما جاهد. وجاء رجل آخر وأراد أن يستأذن الجهاد مع النبي. قال: ألك والدان؟ قال: لي أم. قال: فالزم قدميها، فقد جعل الله الجنة تحت قدم أمك.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الصحيحين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال لرسول الله: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ أي أفضل الأعمال عند الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ أي العمل الثاني. قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله في الأمور العادية. الجهاد في سبيل الله. الله، أختم لكم إن شاء الله بهذه، والله يجيب شرح ما شاء الله تعالى. اسمحوا لنا إن شاء الله، احنا غادي نمشي إن شاء الله. إن موسى كيقول لنا سيد النبي: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدق ولا تكذب. قال لك سيدنا موسى قال لربه: يا رب، أريد أن تدلني على رفيقي في الجنة من بني إسرائيل، من يكون؟ بغيت نعرفه، شكون هذا اللي هنا في بني إسرائيل هذا الصالح اللي غادي تعطي له الدرجة ديالي؟ قال له: قف مكانك، وأول من يمر عليك هو رفيقك في الجنة. فوقف فإذا برجل مغمور النسب لا يعرفه أحد ولا يعرفه موسى. قال موسى: هذا رفيقي في الجنة، لأتبعن أثره حتى أستطلع ما يعمله وما يفعله وما يقوم به. وبينما هو يمشي بعيدا حتى لا يستشعر الرجل أن موسى يتبعه، هذاك ما عرفش تبلي هذا موسى مسكين غادي والسلام، مؤمن مسكين عادي، فإذا بموسى يلاحظ أنه في صبيحة ذاك اليوم يدخل إلى كوخ، وفي الكوخ امرأة عجوز، ويبقى معها ساعة أو ساعتين، يعطيها الماء فيغسلها ويوضئها ويطهرها ويقيمها على العبادة ويقضي حاجاتها من أكل وشرب، ثم خرج. وقبل أن تخرج أن يخرج رأى موسى تلك العجوز ارتسمت على محياها علامات الرضا، ورفعت يديها وتمتمت بكلماتها، لم يرى إلا الشفاه تهتز ولم يسمع ما كانت تقوله، فتبع كليم الله هذا الرجل. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: يا رجل، من المرأة العجوز التي كنت عندها داخل الكوخ؟ قال: هي والدتي. قال: ما كنت تصنع؟ قال: مدت كذا وأنا قبل أن أخرج في الصباح حتى أطلب الرزق من خبايا الأرض في اللح، فأمر عليها أولا فأقضي حوائجها في اليوم بأكمله من نظافة وطهارة وإقامة على العبادة، وأعطيها ما تحتاجه من طعام وشراب طيل اليوم. هذا هو عملي. والعشية كنكمل واللي نفوت عليها. قال له: رأيتها حينما خرجت منها رفعت يديها وتمتمت بكلمات غير مسموعة، أتستطيع أن تخبرني ما تقول؟ قال: مذ كذا من سنة كلما انتهيت من خدمتها رفعت يديها جأرت إلى ربها وقالت: اللهم اجعل منزلة ولدي هذا مع منزلة موسى بن عمران كليم الله في الجنة. قال موسى: أنا كليم الله، وأبشر فأنت رفيقي في الجنة. صلوا على الحبيب.